صباح الخير لكم من جديد. أولى فقراتنا هي طبعا النشرة الجوية وأحوال الطقس مع الأستاذ ماهر حسن مدير مركز البعثة للأرصاد الجوية لحتى نعرف شو هي أحوال الطقس باليومين القادمين. صباح الخير أستاذ ماهر. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. طمنا عن أخبار الطقس بعد المنخفض اللي شفناه والثلجات الحلوين، يعني إن شاء الله يا رب كل الخير لسوريا. كيف وضع الطقس اليوم وبكرة خلال 24 ساعة القادمة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى؟ تفضل. نعم، هلا من المعروف دائما بعد الهطول الثلجي الطقس يكون باردا يستمر لعدة أيام. حاليا تبقى الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية والجو غائما جزئيا ولكنه مستقر بشكل عام. يكون فقط ليلا شديد البرودة في معظم المناطق، يحذر ليلا من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب فوق المناطق الجبلية. إن شاء الله الأجواء الباردة من المتوقع أن تنتهي خلال الأيام القادمة، يعني مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم، ومع رياح سطحية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة وباردة أيضا، والبحر يكون خفيف ارتفاع الموج. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 12 صغرى 3، في المنطقة الجنوبية عظمى 11 صغرى 0، المنطقة الوسطى عظمى 9 صغرى ناقص 1، المنطقة الشمالية عظمى 10 صغرى ناقص 2، والمنطقة الشرقية عظمى 12 وصغرى 0. يعني الطقس خلال اليوم وغدا غائم جزئيا إلا أنه مستقر، وبعد ذلك يصحى الطقس ويبقى مستقرا ولكنه باردا حتى يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعم، بدنا نقول دائما الله يبعث الخير وشكرا لمعلوماتك الدائمة أستاذ ماهر. يا أهلا وسهلا. شكرا لك.